أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية بنلتقي في الحلقة الخامسة من حلقات أجوبة عن الإيمان، اللي بنرد فيه على جناب القنص زكريا بطرس في البرنامج اللي قدمه باسم أسئلة عن الإيمان. والموضوع اللي بنتكلم فيه هو موضوع خطية آدم، اللي بيدعي جناب القنص إن الجنس البشري كله ورثها منه، وإن الله جعل عقوبة الخطية دي هي الموت. ولذلك بيعتقد جناب القنص بحسب التعاليم اللي بيؤمن بيها من الكتاب المقدس إن الجنس البشري كله أصبح يستحق العقوبة لأنه ورث الخطيئة، ولأن الله قاضي عادل فعدله يستلزم تنفيذ العقوبة، لكن الله رحيم برضه ورحمته عايزة تغفر الخطية دي لأنه بيحب بني آدم، لكن العدل بقى وقف في السكة ومنع الله إنه يمارس صفة الرحمة لغاية لما يتنفذ العدل الأول. وهكذا بيصور لنا جناب القنص الله تعالى وكأنه أصبح في ورطة شديدة وعايز يلاقي طريقة يخرج بيها من الورطة دي. بيقول جناب القنص إن آدم وحواء عصوا الله وأكلوا مش شجرة معرفة الخير والشر إلا ربنا نهاهم عنها، ونتيجة كده لعن الله الأرض بما فيها وقال إنها هتنبت شوك وحسك، وإنه محكوم على الإنسان إنه يأكل من عشب الحق ويأكل خبزه بعرق جبينه كل أيام حياته. كذلك أظهر الرب الإله غضبه على حواء وعلى كل الستات اللي في الدنيا كلها، فقال إنه هيكتر أتعاب حبلها ويخليها تولد بالوجع، وكتب عليها تفضل مشتاقة للرجل اللي خلاها يسود عليها، يعني يبقى السيد. وطبعا الإنسان العادي يستغرب قوي من كل الغضب ده اللي انفجر كده مرة واحدة واللي صبه ربنا على رأس آدم وحواء، مع إن جناب القنص بيقول لنا إن الله قاضي عادل وما كانش في تفصيل الحكم غير إنهم إذا أكلوا من الشجرة هيموتوا، من غير ما يذكر إنه هيلعن الأرض ولا هيكتر ألام الحبل ولا هيزود وجع الولادة ولا قال إنه هيفرض على الناس إنهم يأكلوا من عرق جبينهم. مش كده وبس، ده بركان الغضب اللي انفجر ده أصاب كمان جميع التعابين والحيات اللي في العالم، لأنه حكم الرب ده اللي بيقول عنه جناب القنص إنه قاضي عادل صدر كمان على التعابين إنها تمشي على بطنها وتاكل تراب. والظاهر إن التعابين قبل الخطية كانت بتمشي على رجلين زينا، وبعدين ربنا سخطها. وليه بقى ده كله؟ لمجرد إن الشيطان اللي أغوى آدم وحواء جالهم في صورة حية. طب إيه ذنب التعابين والحياة اللي في العالم؟ وهي الخطيئة اللي ارتكبوها؟ ما تفهمش. لكن العجيب في الأمر إننا بنشوف إن أي حية ما فيش حية بتاكل تراب، إنما بتاكل حيوانات، بتاكل طيور أو حشرات، لكن ما فيش ولا حية في العالم كله بتاكل تراب. فإيه ترى اللي حصل للجزء ده من الحكم؟ وهل نسي الرب إنه ينفذه، ولا يا ترى غفر للحيات وما غفرش لآدم وحواء؟ هل عندك جواب يا جناب القنص؟ وتفضل بقى جناب القنص شرح لنا معنى حكم الموت اللي صدر على آدم وحواء، وبالتالي حسب زعمه على جميع أفراد الجنس البشري. فقال إيه؟ قال التالي، ده كلامه بقى. إيه الموت ده؟ نوع إيه؟ وبعدين بيجاوب القنص على نفسه فبيقول الموت ده، حكم الموت ده له ثلاث أنواع مهمين قوي إن إحنا نعرفهم عشان هيترتب عليهم إيه ثلاث نتائج. أول حكم وأخطر حكم وأخطر نوع هو الموت الروحي، وهو الانفصال عن الله. وشرح لنا بقى جناب القنص معنى الموت الروحي والانفصال عن الله، فقال كلامه بقى الله موجود في كل مكان، لكن علاقة الحب اللي كانت بيننا وبينه الخاطي رفضها، مش عايز يخضع لربنا، مش عايز يعيش على مزاجه، يعمل اللي في دماغه، يمشي حسب أهوائه، يمشي حسب ملذاته، يمشي حسب شهواته، يمشي حسب غرائزه،
يبقى فين ربنا في حياته؟ فترد الست ناهد متولي وتقول كده يبقى انفصل عن الله. وبعدين يشرح جناب القمص النوع الثاني من الموت فيقول كلام: الموت الثاني هو الموت الأدبي أو العار، الكتاب بيقول عار الشعوب الخطية. وبعدين يشرح جناب القمص النوع الثالث من الموت فيقول كلام: العقوبة اللي بعد كده، بقى جهنم الأبدية. تبقى عقوبة الخطية انفصال عن الله، خزي وعار، وجهنم النار الأبدية. يقول لك الله يقول للأشرار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية. ده في متى الإصحاح 25. وفي متى 13 يقول إيه: فيطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء، وصرير الأسنان. وأنا حبيت أني أنقل كلام جناب القمص بالحرف الواحد عشان ما يفتكرش المشاهد أني بتجن عليه، وعشان ما حدش يتهمني بأني ببالغ في وصف التعاليم اللي بينسبها جناب القمص للكتاب المقدس، وعشان كمان يشوف المشاهد مدى الإساءة البالغة اللي بيسيئوا بيها إلى الله تعالى، ويقدموه في صورة منقوطة ممسوخة مشوهة، فتعالى الله رب العالمين عما يصفون. وأرجو من حضرات المشاهدين إنهم يتصوروا وجود الإله ده اللي بيقول عن نفسه إنه قاضي عادل، فيخلق اتنين من البشر وما يعلمهمش حاجة ولا يحذرهم من حد ولا يعرفهم الخير والشر، إنما يقول لهم كلوا من جميع شجر الجنة ما عدا شجرة واحدة، ويقول لهم يوم تأكل منها موتا تموتا، يعني يوم ما تأكلوا منها هتموتوا، فيأكلوا منها بناء على نصيحة من مخلوق من مخلوقات الإله ده خدعهم، فتكون النتيجة إن الإله ده يلعن الأرض، ومش يحكم على اللي غلطوا بس بالموت، إنما يحكم بالموت على آلاف الملايين من البشر من ذريتهم. ويتضح بعد كده إن حكم الموت ده مش معناه الفناء ونهاية الوجود وخلاص، لا، ده معناه الانفصال عن الله والخزي والعار والعذاب المتواصل في النار الأبدية لجميع الجنس البشري بأكمله. فهل يمكن إن يكون عند الإله ده ذرة من العدل؟ هل يمكن إن الإله ده يتوصف بإنه إله الحكمة أو إن عنده نتفة من العقل؟ تعالى الله عما يصفون. يا ناس اتقوا الله ولا تنسبوا إليه عقائد عقيمة مخزية يخجل منها أسوأ ديكتاتور في العالم وينفر أشد المستبدين من أنه يتوصف بيها. وكل ده عشان تيجوا بعد كده وتقولوا أنه أراد أنه يرفع عنكم كل البلاوي دي اللي هم اخترعوها بأنه يجي ويتجسد في المسيح ويتصلب ويموت عشان يحقق عدله ورحمته. وانت يا جناب القمص اللي بتدعينا في البرامج بتاعتك اننا نسيب الاسلام ونتخلى عنه، عشان ايه؟ عشان نؤمن باله بوشين، واحد منهم ظالم مستبد شديد القسوة عديم الحكمة، والوش التاني بتدعي ان هو محب ورحيم؟ هل فقدت عقلك وحكمتك انت كمان عشان تدعو الناس لاله زي كده، اله ظالم رهيب وارهابي متعطش لسفك الدم حتى ولو اقتضى الامر انه يسفك دماء ابنه الوحيد البريء؟ وليه كل المسرحية السخيفة المتهافتة دي؟ هو الاله ده ما كانش يعلم الغيب ويعلم ايه اللي هيحصل لادم وحواء وايه اللي هيحصل للبشرية؟ ولنفترض ان ادم وحواء غلطوا، مش كان من الافضل انه ينفذ فيهم حكم الموت يعني الفناء وعدم الوجود، وبعدين يعيد عملية الخلق مرة اخرى فيخلق ادم جديد وحواء جديدة وما يكررش غلطه معاهم المرة دي، فيحذرهم من الملائكة اللي بتتحول لشياطين، ويلفت نظرهم إلى عواقب المعصية ويشرح لهم نتائج عدم الطاعة ويعلمهم الفرق بين الخير والشر؟